طبعا استصال الإنسان بالله سبحانه وتعالى، لأن هو الحي، هو مدد الحياة، هو الحبل السري. طول ما أنت على صلة به لا يمكن تيأس، ولا يمكن يغلبك اكتئاب، ولا يجيلك أمراض نفسية. كل ده الأمراض النفسية لا تصيب مؤمن إطلاقا. الدين وعلاقته بالطب النفسي، أحيانا الناس بيبقى عندها خلط، أنا بعيد عن ربنا علشان كده ربنا ابتلاني، أو أنت لو قريت قرآن أو قريت في الإنجيل هتخف وتبقى كويس. نقول لهم إيه؟ لا يوجد علاقة إطلاقا بين درجة الإيمان والمرض الجسدي النفسي. المرض النفسي مرض دماغي يؤثر على مراكز التفكير والعواطف والمشاعر والحوافز، وأهم من ده كله الخلل التفكير اللي بيحصل ده موجود في مراكز في الدماغ، ملهاش أي علاقة بالإيمان. زي ما تقول مثلا إذا أنا قريت حاجة معينة ممكن أخف بالسرطان، ممكن أخف بالضغط، معناه احنا عارفين إن ألف ب لكل داء دواء، مش الحاجات الشعبية والجدلية والدينية. لما الجن بيجي يخش جسم الإنسان لازم يدور على أماكن يسكن فيها، لذلك تجد إن الإنسان سبحان الله في البداية الأولى من أصابته عنده تعب، ممكن يكون طريح الفراش. الأهل ياخدوه يروحوا بيه مستشفيات كتيرة جدا ويلفوا على غالب الأطباء، مفيش فايدة، ولذلك الأطباء بيقولوا ما عندوش حاجة، احنا مش عارفين ابنكم بيشتكي من ايه، ما عندهوش اي مشكلة او عارض طبي. المس والشياطين وفكرة الجن دي عند البعض للأسف لو دخلنا المناطق البسيطة هنلاقيها موجودة عند عدد مفزع من المصريين ومن العرب بصفة عامة. في بحث عملته 74-75 ويمكن دلوقتي اكتر العدد، 74% من المترددين على العيادة النفسية في العيادة الخارجية بتاعت مستشفى جامعة عين شمس ذهبوا الى العلاج الخرافي دوت، سواء ان هو عليهم مس، عليهم اسياد، عليهم عفاريت، عليهم جن، عليهم حسد، سحر، كلهم وفشلوا وجم. ودي الفكرة بتاعتي أنا في الوصمة، روح لدكتور نفساني وعالج نفسك تمام، مفيش جن بيكلمك بيقع في شيخ تاني يقول له لا ده أنت عشيقتك الجنية أيوة أرجوك عشيقتك بتموت فيك، ده أنت قرينك بيكلمك، وبالتالي الهلاوس الضلالات دي ولا اسمها هلاوس سمعية، هلاوس سمعية في هلاوس بصرية كمان أنت ممكن تشوف كمان طبعا، يعني يكون واحد بقى يقول لك اشوفها، ما هو ده بقى يا ريت يا رب يكون الشيوخ قاعدين بيتفرجوا على الحلقه دي عشان مش كل واحد يجي لك يقول له ايه لا ده انت شايف عفاريت، لا ده انت شايف عفاريت. المؤمن ممكن يجي له مرض نفسي، والملحد ممكن يجي له مرض نفسي، ملوش علاقه خالص بالايمان اطلاقا. فكره